دشنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أولى فعاليات مبادرة البناء المتعدد. تهدف المبادرة لتطوير وتنمية الحياة السياسية وخلق مناخ اجتماعي ونفسي صحي والبناء المتعدد. هي مبادرة كبرى أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب ضمن استراتيجيتها لعام 2023، والتي تتضمن عدة مسارات أبرزها الصحة النفسية والتماسك الأسري والتنمية الاقتصادية والطفل والنشأ ومسار العائلة المدرسية وعقد أعضاء التنسيقية. وقد عقد أعضاء التنسيقية اجتماعات مكثفة لمناقشة كافة محاور المبادرة لتحديد الأولويات ووضع خطط العمل وبحث إقامة شراكات فاعلة ومستدامة مع مختلف مؤسسات المجتمع.